بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات عيد الأضحى، واليوم غادي نتكلموا على حلقة خاصة، وغالبا ما شحال هذه ما كانوا كيتكلم عليها حتى شي واحد، وغادي نعطيوها دابا الوقت الكافي منها. الحلقة ديال اليوم غادي تكون حول القديد. الآن بالأمس الأمهات ديالنا كانوا كينشروا اللحم ديال الخروف، وكنا ما يمكنش يدوز شي عام وما نشوفوش بأن اللحم ديال الخروف منشور عندنا في السطح، وما يمكنش شي عام اللي غتجي عاشوراء وما غنكونوش كناكلوا فيها اللحم ديال القديد. وهذه كانت عندنا عادات وكنا كنعيشوها بواحد الجو عائلي جد مهم. والآن التكنولوجيا والقراية والعلم ولات كتخلينا كنتخلاو على هاد بعض التقاليد اللي كانت جد مهمة، وبقينا كنحاولوا نقولوا بانه هذا سميتو من الطرق التقليديه، وهذه داخله في داكشي ديال الناس القدام، وكان الناس القدام كانوا لا يعلمون في العلم شيئا. الطريقه ديال التحضير ديال القديد طريقه علميه جدا. فلما كتجي وكتلقى الجده كانت كتشد داك الطرف ديال اللحم وكتشرحه الى شرائح جد دقيقه، ومن بعد كتعمره يمينا ويسارا بالملحة والكمون، او بعض المرات كدير عطرية، او كدير كذلك هذاك ما يتسمى بالتحميرة، التحميرة الحارة. كتقول علاش كانوا كيديروا التحميرة وكيديروا الكمون وكيديروا الملحة، ثم كينشروا كل شيء كل هذا الشيء في في في, في, في النشر ديال السطح، وكيخليوه لما كيتجمد او لما كيبس كيمشيو يحطوه في اماكن وكيخليوه مخلع الى تقريبا سنه او سنتين وما كاينش مشكل. فلما كتجي كتلقى كيديروا الملحه شنو كتلعب الدور ديال ازاله المياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما كتخرج الماء كيوقع المكان غير صالح للحياه، بمعنى يستحيل ان شي ميكروب يجي ويكبر فوق داك القديد، يستحيل. غير فقط لما خدينا الملحه نشفاتو من الماء، ولما كتحطو تحت الشمس والملحه كيلعبوا دور ديال التجفيف هذاك القديد من الماء، ولما كيتجفف من الماء كيولي صفر ماء في القديد، او لا حتى الا بقى دي تراس ديال الماء كيولي ماء غير ميسر انديسبونيبل. ولما كيكون هذاك الماء الغير ميسر يستحيل استحاله مطلقه ان الميكروبات تقدر تكبر عليه. هذا رقم واحد. رقم جوج، لما كيديروا الكمون وكيديروا هذاك الكمون كتلقاه بانه عنصر يساعد على يعني ما يسمى ب بلا كونسيرفاسيون، يعني انه كيخلي هذاك اللحم ما يتقاش يعني بملوثات ماشي هاد المره ميكروبيولوجيه، متفاعليه، يعني التفاعلات البيوكيميائيه او الكيميائيه ما يمكنلهاش تكون في الجسم ديال ولا في اللحم ديال القديد. ثم كيزيدوا هذاك الفلفله السودانيه، هذيك الفلفله السودانيه كتكون كتعطيك فيها بزاف ديال واحد الماده كتسمى الكابسايسين، وهاد الكابسايسين مهمه جدا في تسريع الدوره الدمويه لما كياكلها الجسم ديال الانسان. فالكابسايسين لها دور كبير، والمكونات ديال الكمون لها دور كبير كذلك في ايقاف التفاعل الانزيمي اللي كيكون في الجسم ديال اللي كيكون في القديد. ثم الملحه والشمس كتحيد ليا الامكانيه ديال وصول الميكروبات من جراء ازاله المياه من هذا. ولما كتشد ذاك القديد وكدير ليه تحليل بعد عام وست شهور، عام الشهر يعني هذا التحليلات اللي قمنا بها احنا داخل المختبر، بعد عام وست شهور لقينا بانه لحم القديد لا زال يحافظ على الاحماض الامينيه الاساسيه، وحنا نحن في حاجه الى احماض امينيه اساسيه، وفيها كذلك الاملاح المعدنيه، وفيها العناصر المغذيه الجد مهمه في جسم الانسان. فهذه المكونات اللي
بقاو محفوظين الى غايه عام وست شهور، علاش نحرموا راسنا منهم؟ وعلاش نحرموا راسنا من هذه الطريقه التقليديه اللي كانوا كيستعملوا والدينا، اللي لها مفعول في الدوره الدمويه ولها مفعول في الحفاظ على العناصر الغذائيه ولها مفعول في انها هذاك القديد ما عمره ما غيتقاس يعني بالميكروبات، وبالتالي ذاك اللحم اللي غادي نعطيوه للوليدات ديالنا غيولي لحم طبي. القديد ليس بلحم عادي، القديد لحم طبي. اذا فرجعوا للطريقه ديال الجدود ديالنا، ورجعوا للطريقه ديال الوالدين ديالنا، ونحاولوا ان نخرجوا من ديك العمليه ديال ان التكنولوجيا خصها تعطينا اشياء جديده اللي غتخلينا نتخلاو على الاشياء الاصليه والاشياء اللي كان عندها قيمه غذائيه. فالرجوع ديالنا الى القيمه الغذائيه هو اللي غيرجع لنا الصحه ديالنا اللي بدينا كنتلفوها بالتكنولوجيا الحديثه. لكم مني افضل التحيات، الدكتور محمد أحسين.